دادس عن خايفين. لا تخافن، صحيح أبوي خدمه للمستشفى للمريضة، ويمكن ما يجون يباتون هناك، بس لا تخافن، أنا ما خاف، أنا سوي مقالب. دادس عن حبي وايد مقالب. أحبي وايد مقالب. علمين عن المقالب، ما أعرف شلون علم عن المقالب. إيه علمت عن المقالب بس بشرط. شنو الشرط؟ شنو الشرط؟ الشرط هو كل وحدة تطيني الألف اللي بابا طاي إياها وعلمت لها المقالب. وهكذا تم أول مقلب. هيش تعلمن المقالب؟ إيه ده نحن السحلوة. يلا عستت لا لا عستت. وهذا ثاني مقلب لأن كذا ما تسحلوة بالعرق. يما شو هاي الطقطقة؟ خلينا نروح نشوف. تتعرفون هاي شنو هاي؟ انت غالش مترجم يلا يعرف ايش تحكي. قصدك هاي الطقطقة فوق شنو هاي؟ لا تخافن، ما دام نجوسة من الأفكار موجودة فلا تخافن. امشي خلينا نشوف شنو هي هاي الطقطقة. البيت فارغ ما بيه بس الجهال. خلينا انزل ابوق براحتي، اكيد اذا شافوني يخافون مني. يا مجني شفت اللي انا شفته؟ ايوه بغى يموتني. دلس خلي زود هي اتصلت النهارده. مو هي بنشرد ام الافكار موجوده؟ خلينا نتعلم من هذا المقالب. امشي خلينا نجهز المقالب. ده صعب كلش خوف. صدقني؟ اي صحيح هذا وجه بشر ويخوف، بس راح ادرسه شلون يطب البيت نرجوس ام الافكار واسوي به مقالب. يلا امشي خلينا نجهز. هاي فرصتي، هذا أول مرة أخلص الجهال أخوفهم وأرعبهم، وبعدين ألقط الغرابة بالبيت كلها والفلوس والذهب بطلع. لا تخافن، قهربت له القفص أسوي ما يلزمه يظل يرقص. واو شوف البلابل، بس أنا ما أحب أي شيء حلو، لازم أخربه. أول شيء راح أذبح ذن البلابل كلنا ملصن، إن أنا شرير شرير. يلا مستعدات للمقلب الثاني؟ اخ بوي جسمي كله تكهربت من ورا القفص، شنو هذا شبيه يا بوي؟ اه بوي راسي قهوه، راسي فلشت، شنو هذا؟ يمكن الهواء دفع الباب علي. يلا جيجي مستعدات للمقلب الثالث؟ ياي ياي. اخ بوي تفلشت فلشت، ما معقوله اكو شيء غريب بهذا البيت. ألعاب ما جهول إلا في اللي شايل العاب أكره جهول. أنا تشلفي بعد ما أتحمل ما قام، كل واحد يأخذني للمستشفى. هاي جاي شرفي تشلفي تشلفي كلش. شوفن هذا مو وحش، هذا لابس قناع. خل شوف من هذا مسوي نفسه وحش. منو؟ عمو انمار ابن عم بابا، تولد فوقنا وتخنسنا واحنا اطفال، مو عيب عليك؟ عمو ما حاجيك انا بيت، بس عفونا نروح عفية. لا والله ما يحاجي انه فوق هاي يريد يروح. بنات انت مو تدرين تسوي المقالب؟ ها كان اهلا بكم في عالم المقالب. خلينا نقوم اشرد. وهسه
نريد جزائك وراح نشقك على مود الصبح نوديك للشرطة. وإذا عجبكم المقطع خلوا لايك واشتركوا بالقناة وكتبوا لنا أكثر مقلب حبيتوه بالتعليقات. تتر مقلب خلوا لا تتر القناة. ماما جابت ترس كافي لورا تعال سعد الباي نزل خاوتك يلا يا وان هاي لورا وان ضحك واحد اثنين كيو بديش خلي اسود اطلع على الكاميرا ماما علي 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 لا بس حكي واحد اثنين علي كيو بديش خلي اسود واحد اثنين كيو بديش خلي اسود واحد اثنين كيو